تمن علاش ما بقاش يدار خصوصا في هذا العام هذا؟ علاش اكثريه ديال الناس ولاو تيديروا الحولي ديالهم تيخليو في المكان ملي تيشريو؟ تنجيبوا لهم السفافات فهمتي بثمن مناسب وبنادم شي تخلع شي سنه داك الثمن راه والثمن مناسب وشي تخلع في بلاصو بنيه عاد هما شوفوا هما بشحال هما جايبينو باش عاد الترونسبور وعاد هادي باش يلا حنايا نجيبوا لهنا كيلو تربحوا فيه درهم وشوف الناس والشيخ شوفوا واش ياخذوا ولا ما ياخذوش. لوطيلات اخي كاين اللي مزيان وكاين اللي خايبين. 100 درهم في النار راه جبتي واحد 50 واحد راه غتولي واحد المبلغ راه هي 100000 ريال. السلام عليكم عواشر مباركة، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية. راه كل عام راه تنديروا هذا الشيء وفهمتي تنقربوا الناس للحومة وفهمتي تنتعاونوا مع الناس للحومة تنجيبوا لهم السلعة فهمتي تنقربوها لهم. هذا العام هذا راه كاينين الأسعار شوية طالعة أكثر من العام اللي فات. هالكونة من الآخر راه نيشان هضرة ديال الشعب فهمتي، راه هذا العام راه لا إله إلا الله ونيجيك نيشان. السفاف هذا العام جبناهم حنايا من الكرو، من الكرو حسبوهم لنا بثمن غالي، عاد حنايا تنجيبوهم تنقربوا الكليان ديالنا في الحومه، تنجيبوا لهم السفافات فهمتي بثمن مناسب وبنادم شي تخلع شي سنه داك الثمن راه والثمن مناسب وشي تخلع. هادشي اللي كاين وعاد كاين انفلاماج وكاين سميتو فاخر تا هو هذا العام دار الكرا طلع شان. العام اللي فات كنا سميتو تنجيبو 120 الكيلو، هاد العام تنجيبو 140 الكيلو. بشحال نبيعو ب 10 دراهم ماشي نص سين، تتقول الكليان 10 دراهم ماشي نص سين شي تخلع. هادشي اللي كاين وعاد كاين انفلاماج وكاين سميتو فاخر تا هو هاد العام دار الكرا طلع شان. العام اللي فات كنا سميتو تنجيبو 120 الكيلو، هاد العام تنجيبو 140 الكيلو. بشحال نبيعو ب 10 دراهم ماشي نص سين، تتقول الكليان 10 دراهم ماشي نص سين شي تخلع. هادشي اللي كاين. منين تجيبو الفاخر؟ تنجيبو من الجملة، تنطلعو لبلاصتو في بلاصتو تنجيبو فهمتي، تناخدو من الجملة تناخدو داكشي فهمتيني من الكرو. ماشي تقام عندنا ب 120 في بلاصتو ب 120 وعاد هما شوفوا هما بشحال هما جايبينو باش عاد الترونسبور وعاد هادي باش يلا حنايا نجيبو لهنا كيلو تربحوا فيه درهم وشوف الناس والشيخ شوف واش ياخذوا ولا ما ياخذوش. هذا العام كاين الرواج ولكن الخلا راه كاين الرواج وكاين كاين البيع وكاين الشراء ولكن ماشي البنادم ماشي يجي فهمتي شي تشكك فهمتي وراه كاين الكليان ديالنا ولكن الكليان العام اللي فات ماشي يجي عندنا هذا العام شي تخرا ماشي يسمع ذاك الاسعار. واش هو حولي داير هذا العام 5000 درهم 6000 درهم وشوف واش تجيب حولي غتجيب عتروس ما غتجيبش حولي ومشي يجيب لها ماشي ياخذ قطبه ولا شي مهم شي ياخذ داك الشيء الادوات اللي غتخدم فهمتيني في الذبيحه وهذي راه تقام عندنا حنايا فهمتي راي اله فهمتيني تنبيعوها فهمتيني راه تربحوا فيها درهم 10 دراهم ولا 30 ريال ماكسيموم 2 دراهم كاع لا ربحتي فشي حاجه تربح 2 دراهم. حنا اصلا فهمتيني قبل شي شهر ولا شهرين كنا موقعين هذا الغلاء هذا كنا حاسين به الشعب كان حاس به ومين فهمتيني طحنا في الواقع المر وفريش اكدنا بان هذا الغلاء هذا راه تزاد بزاف عرفتي راه ضربونا تا صافي فهمتي راه بنادم تيشد واحد 60000 70000 في الشهر راه ما قاد في والو بعد لا في ما كلتش ولا في الكتوبه ديال الدراري الصغار لا في هادي عاد هما دخلوا لنا الحولي داير 5000 درهم وبنادم صافي منين غيجيب هاد الفلوس هاد مشي شفر مشي شنو غيدير بنادم راه هادل ربي اللي شاهد على هاد البلاد هاد فاش كنا فهمتيني تنجيبوا البالا تتحسب عندنا 45 درهم 50 درهم حتى لا غلات 55 هاد العام البالا دايره 75 درهم 80 درهم في بلاصه وشحال غنجيبوها حنايا ب 100 درهم بشحال غنجيبوها وبكاع حتى لا جبناها هنا سميتو غنبيعوا للكليان ديالنا بشحال غنبيعوا ليه الكيل غنبيعوا ليه ب 260 راه بزاف 260 راه عندنا الناس ديال الشعب يلا شي تقاتلوا مع وقتهم وشي
تيتجابدوا مع الوقت حتى هما راه حتى هما راه مول العيد عاوتاني كاينين عاوتاني مصاريف كاينين الدراري الصغار الكشوبه وهادي ماشي يفكروش لهادشي هما ماشي يشوفوا العيد 5000 درهم صافي 5000 درهم حولي صافي اللي بغى يشري يشري اللي بغى يموت يموت اللي بغى ماشي يفكروش لهادشي علاش ما يجيبوا السمش كل عام يجيبوا كامل واحد في 300 حولي يفرقوه اي دور افصل 300 حولي ربع 300 حولي قنيطره 300 حولي المهم يدور بعدا هادي مزيان هادشي ما كاينش كاع ما شفناش من 2010 يمكن ولا 2009 وما عمرها كانش يمكن هاد القضيه كاع يمكن تمن علاش ما بقاش يدار خصوصا في هاد العام هذا علاش اكثريه ديال الناس ولاو تيديروا الحولي ديالهم تيخليوه في المكان منين تيشريوه فهمتيني وغيزيد عليه راه داكلا غيمشي يتقدا تبن في هاد الخمس في هاد السيمانه هذه اللهم تيعطي واحد 100 درهم 100 ولا 200 درهم 200 درهم تيعطيه المول المحل باش يهني داك المشاكل ديال الماكله ديالو والعلف ديالو كامل فهمتيني تيبقى وطيل تمن علاش ما بقاش يدار خصوصا في هذا العام هذا علاش اكثريه ديال الناس ولاو تيديروا الحولي ديالهم تيخليوه في المكان منين تيشريوه فهمتيني وغيزيد عليه راه داكلا غيمشي يتقدا تبن في هذه الخمس في هذه السيمانه هذه اللهم تيعطي واحد 100 درهم 100 ولا 200 درهم 200 درهم تيعطيه المول المحل باش يهني داك المشاكل ديال الماكله ديالو والعلف ديالو كامل فهمتيني تيبقى وطيل الوطيلات اخي كاين اللي مزيان وكاين اللي خايبين 100 درهم في النار راه الا جبتي واحد 50 واحد راه غتولي واحد المبلغ راه هي 100000 ريال يعني هذا الوطيل راه ماشي وطيل راه بنادم وما تينعش ب 100 درهم فهمتيني صراحه الله حنا راه تريبينا وسافرنا راه 30 درهم كنا تنعسوا فيها وحولي غينعس ب 100 درهم اللهم هذا الامور كار راه صراحه الله الوطيلات في الشاون هو ب 1000 ريال فهمتيني اللهم هكا اخويا راه فهمتيني راه الله يحسن عوان بنادم فهمتيني وصراحه الله فهمتيني هذا العام هذا قاصح بزاف فهمتيني